وزارة أو وزارتي البيئة، دي وزارة، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، دي كده عندنا 3 وزارات. عملوا إيه بقى الـ3 وزارات؟ وقعوا بروتوكول مشترك. علشان إيه البروتوكول المشترك؟ علشان تنفيذ وتشغيل نظام خلايا شمسية صغيرة تتصل بالشبكة وبشواحن مزودة بشاشات عرض تشتغل بالطاقة الشمسية في مطار القاهرة الدولي. دي حدوتة، دي أنا ما شفتهاش قبل كده، لازم نحاول نفهمها من دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، إزاي ازيك الصحة؟ يا كله تمام؟ أخبار؟ الحمد لله الحمد أنا لله. أحب أفهم المزيد، مش بقى عن هذا البروتوكول، عن اللي هيحصل فعلا. فاكر آخر مرة احنا اتكلمنا لما كنت بتتكلم على موضوع الطاقة الشمسية، أيوه وكنت بتقول ليه مش بنعرف مثلا ناخد منطقة على بعضها أو حاجة على بعضها نشغلها بالطاقة صح، الشمسية؟ احنا طول الوقت في شغل وزارة البيئة الحقيقة بنحاول نشوف ايه النموذج اللي ممكن نعمله مع الوزارات المعنية، ما يكونش فقط هذا النموذج بيتكلم على الحد من التلوث، بمعنى ان مشكلة موجودة وهنبتدي نقول ازاي هنخفض التلوث، محتاجين افكار جديدة. قطاع الطيران المدني من القطاعات على فكرة الهامة جدا والتي لها علاقة وثيقة بملف البيئة. الطيارات اللي احنا بنشوفها على فكرة بتطير دي بتطلع انبعاثات طبعا بتؤثر في غازات الاحتباس الحراري، بتسبب زيادة في درجة حرارة الأرض في العالم كله. فكان من دور الوزارة الحقيقة في التشارك مع وزارة الطيران المدني إن احنا نحاول نعمل تصور لمطار أكثر استدامة. يعني إيه مطار أكثر استدامة؟ نقولها بطريقة بسيطة، مطار صديق للبيئة. حلو، بدأنا المشروع الأولاني الحقيقة السنة اللي فاتت في حوكمة استهلاك المياه في مطار القاهرة الدولي، بإن احنا الأول بنظبط الحنفيات، بنشوف الصرف بتاع الصرف الصناعي اللي موجود هناك، لقينا إنه مش مطابق، عملنا محطة للصرف الصناعي لإعادة استخدام المياه المعالجة في المساحات اللي ممكن يكون فيها زرع موجودة في المطار. تاني مشروع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، الشاشات اللي موجودة في مطار القاهرة شغالة بالطاقة الكهربائية التقليدية، ففي خلايا طاقة شمسية صغيرة بتتحط فوق مباني، بتقدر ان انت هنا مش بتدور المبنى كله، انت بتدور مكونات معينة جوه المبنى. صحيح، مش وانت مسافر بره في المطارات بتلاقي ستاندات كده شوية عليها اعلانات بتشحن فيها الموبايل بتاعك او بتشحن ايوه الايباد او اللابتوب، احنا عايزين نعمل الستاندات دي في اماكن معينة عند الجيتس بس تبقى شغالة بالطاقة الشمسية. حلو، غيرنا اللنب اللمبات اللي موجودة في مطار القاهرة بحيث ان هي تبقى لمبات موفرة للطاقة. الفكرة نفسها هو ان اول سائح بينزل دائما بينزل مطار القاهرة الدولي، وبعدين ياخد الطيارة بتاعته اللي ممكن تكون هتعمل كونكشن لشرم الشيخ او للغردقة. مثلا ففكرة ان احنا بنقول احنا بنتوجه للبيئة، بنتحضر للأخضر، بنحاول ان احنا نبقى اكثر استدامة من الناحية البيئية، يجب ان تكون هذه الصورة الذهنية مطبقة على الأرض. فلقينا ان مطار القاهرة قد يكون هو نموذج جيد جدا ان احنا نوري نموذج صغير يعني ايه استدامة بيئية. نوعية مية، حوكمة مية، لمبات موفرة للطاقة، شاشات شغالة بالطاقة الشمسية، بوثز عشان تقدر ان انت تشحن الموبايل بالطاقة الشمسية، وبنكمل بعد كده في ان احنا بنحصد كل ده من ناحية خفض الانبعاثات، خفض كمية المياه اللي كانت ممكن تهدر، وبنعمل تقرير دولي بنعرضه على الاتفاقيات الدولية اللي مصر ملتزمة بيها. طبعا بنربط ده بقى بعد كده بمطار تاني زي مطار الغردقة وشرم الشيخ، لما السائح بينزل في هذه الأماكن اللي فريدة جدا بالبيئة البحرية بيلاقي على السكرين المعلومات عن المحميات الطبيعية. حاليا وأنا بكلم حضرتك من شهر بدأنا فعلا أول حملة لحماية البيئة البحرية في شمال أفريقيا، إيه اللي ممكن السائح يعمله، إيه اللي ما يعملوش، إزاي الحاجات اللي بتضر بالبيئة البحرية، البلاستيك وما إلى آخره موجودة في الشاشات دي. الحقيقة بجانب حتى فكرة السائح، أولادنا الصغيرين اللي في المدارس اللي بيروحوا رحلات، الشباب بتوع الجامعة، إحنا محتاجين نغير هذه الصورة الذهنية برسائل وبحاجات موجودة على الأرض فعلا هم يشوفوها ويتحمسوا ليها.
طب ده حلو جدا جدا. طب بما اني ساعات بقول افكار كويسه على ما يبدو وده شيء غريب، لا طبعا جات لي فكره غريبه بصراحه وحضرتك بتتكلمي على مساله اتفضل. الميه بتاعت المطار. انا زي كل الناس اكيد احنا بنلاحظ انه اي جهاز تكييف في الدنيا بيبقى فيه كده خارج منه خرطوم علشان بيطلع الميه اللي بيتم تكثيفها من الرطوبه اللي الناتجه عن التبريد. طيب الميه دي بقى انا طول عمري بقعد افكر احنا بنعمل بيها، من وانا صغير جدا بفكر في الموضوع ده، عشان كانت بتقع على راسي وانا صغير في الشارع والله العظيم. اوكي انا عارف ان انا دايما بقول كلام غريب برضو يعني مش افكار نيره. فقلت طيب هو ليه بنسيبها تقع على راس الناس؟ طب ما احنا لو البيوت سيبنا بقى من البيوت في الحاله دي، في المطار احنا بنشتغل على تكييفات عملاقه عشان دي تكييفات مركزيه، ما نخلي الميه اللي بيتم تكثيفها دي بتتجمع كلها في كونتينر، والكونتينر ده نستخدم الميه اللي فيه في ري الزرع والورد اللطيف اللي موجود حوالين المطار او داخله الى اخره، يعني بدلا من انها بتهدر وتترك بعد كده انها تتبخر بقى في الهواء او تنزل صرف صحي، طب ما نستخدمها دي ميه متفلتره فكرة ونظيفه. حلوة جدا، وفي فكرة يمكن أحسن من كده شوية لو يا ريت سمحت لي. أرجوكي. إن دلوقتي حتى في المصانع، عارف الكولرز والهيترز الكبيرة دي جدا بيطلع منها بواقي بتاعت مية، بنعمل حاجة اسمها الدائرة المغلقة، إن أنت تعيد استخدام المياه مرة أخرى اللي ممكن ان هي حتى انت عالجتها في نفس الدايره، بحيث ان انت توفر استهلاكك من المياه. فممكن الفكره البسيطه الرائعه اللي حضرتك قلتها او الفكره الثانيه نحاول ان احنا نعملها في المطارات او في اماكن اخرى ان شاء الله. يا ريت يا دكتور، انا اشكرك جدا والله، دايما مستحمله افكاري الغريبه. شكرا يا فندم. اشكرك يا فندم. كل الشكر دكتور ياسمين فؤاد وزير البيئه. تخيلوا فكره جت على عقل طفل مستاء جدا من تنقيط اجهزه التكييف على راسه وهو طفل، حاجة مؤلمة جدا.